كما ينضم إلينا عبر من باريس السيد طارق وهبي المحلل السياسي. عندما نتحدث عن الإجراءات الأمنية التي قامت بها فرنسا بعد حادث مقتل المدرس الفرنسي، كانت هناك إجراءات أمنية كثيرة والكثير من التحذيرات والتهديدات أيضا لمن يحاول أن يقوم بأي عملية إرهابية مجددا. بعد هذه العملية، ما هو المتوقع من إجراءات أكثر صرامة من قبل فرنسا تجاه المسلمين وأيضا تجاه من يعملون في هذا الإطار؟ سيدي، قلته سابقا، أنا متعجب جدا، لأن ضمن إطار ما يسمى حزمة التدبيرات الأمنية كان هناك رقابة دور العبادة، وأيضا عند افتتاح المدارس، تعرف في فرنسا نحن في عطلة مدرسية سترجع إلى المدرسة في 2 نوفمبر، هناك نوع من رقابة أمام كل المدارس لوضع حد لأي مشتبه قد يقوم في عملية. لذلك أنا جد متعجب أن يكون، وبالتحديد في هذا الوقت، لأنه نحن سندخل عيدا للمسيحيين، وهو عيد جميع القديسين في 1 نوفمبر، وهناك تحضيرات في كل الكنائس ودور العبادة المسيحية في فرنسا في هذا الموضوع. إذن أنا فعلا يعني جد متعجب، خصوصا في مدينة كنيس، يعني هي من يعني خامس أو سادس مدينة في فرنسا من مفهوم الديموغرافي، أن لا يكون ذلك محضرا، أو هذا الرجل دخل من بابا خفيا أو من أي محل. حتى اللحظة التحقيقات ستظهر كل ما يحصل، وكما قلت لزبيلتك، للمرة الأولى يعتقل رجل قام بعملية إرهابية في فرنسا تحت شعار بين قوسين حتى اللحظة إرهابي متطرف إسلامي. سأذهب بعيدا أكثر. اليوم يا سيدي، كما عرفتم، البارحة رئيس الجمهورية قام بخطاب مهم له علاقة بموضوع التدبيرات الصحية التي ستقوم فيها الدولة بخصوص جائحة كورونا، وهذا سيعطي يعني نوع من استراحة لقوى الأمن وبحث حقيقي لمواضيع لها علاقة بالموضوع الإرهابي، لأن كل الناس ستكون في منازلها، وإنما ستخرج من المنزل ستكون مراقبا، أو الشرطة تستطيع أن توقفك وتطلب منك ما يسمى الأوراق الثبوتية أو الورقة التي تسمح لك بالخروج. إذن الأيام القادمة ستكون باعتقادي أسهل على فصائل الشرطة والأمن في فرنسا، بالتحديد مع دخولنا في ليل يعني اليوم مساء عند الساعة يعني في أول ساعات نهار الجمعة، بما يسمى الحجر الصحي تقريبا الكامل في فرنسا ولمدة أسبوعين. طيب، 4 أسابيع. سيد طارق وهبي، ابقى معنا، سنعود إليك.